زوجها متزوجها عرفي بعلم الأهل والشهود، وطلقني وطلقها 3 تطليقات متفرقات، وآخر تطليقة قال انتطلق بالثلاثة، هل هناك سبيل للرجوع أم انتهى الأمر؟ مع العلم أن أهلي لم أخبرهم بطلاقي. 3 تطليقات متفرقات بينهما رجع، لا تحلي له حتى تنكحي زوجا غيره، وتنكحي بنية استدامة المعاشرة، ينوي هو استدامة المعاشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له.